مقولة صغيرة حقيرة بتقول لك صغير بس يحير. احنا النهاردة معانا صغيرة بس مهيبرة. تعالوا نشوف الموزة دي حكايتها. خطتنا النهاردة اللي هنتكلم عليها قد تبدو للبعض انها فيات 500، اللي هي فيات تشينكوتشانتو. تشينكوتشانتو دي يعني 500 بالايطالي، لازم اتفزلك طبعا. فيات 500 عادية، بس طبعا والعياذ بالله العربية دي غير الفيات 500 اللي بنشوفها في الشارع خالص 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 خالص، يعني تالت ليفل من الخالص. دي اسمها فيات تشينكوتشانتو او فيات 500 ابارث 70th anniversary 595. العربية الفيات 500 بتنزل الطبيعي بتاعها بموتور 1400 حصان، وفيها ابجريد من ابارث بيتعمل على ثلاث مراحل، في موتور اقوى وفي موتور اقوى وفي موتور اقوى واقوى واقوى، اللي هو ده الموتور ده هنعرف عنه التكنيكال داتا بتاعته، بس ده اقوى موتور بينزل في الفيات 500 ابارث، عشان كده اسمها 595 نسبه للفيات 500 القديمه اللي كانت بتنزل في اول انتاجها في الخمسينيات والستينيات. كان في حاجه اسمها 595 اللي هي موتورها 600 مش 500، فكانت عربيه اقوى بكتير من الفيات 500 العاديه. الفيات 500 595 موتورها 1400 زي ما قلنا، بس بيطلع 180 حصان. هنتكلم على الموتور في وقته، بس خلينا الاول نتكلم على الاكستيريور بتاع العربيه. شكلها ممكن يبقى شبه فيات 500 العاديه، بس في تفاصيل كتير قوي مختلفه. العلامات اللي عليها علامات ابارث، ما عليهاش علامات فيات خالص، لانهم بيعتبروا ابارث دي اندبندنت براند، براند مستقل. الابارث هي الخط الرياضي من فيات. ابارث ده تعديل بتاع العربيات الفيات، الابجريد زي الام في البي ام دبليو، زي الام جي في مرسيدس، زي الجون كوبر ووركس في الميني. عشان كده دايما العربيه بيبقى شكلها كبرفورمانس مختلف، وكديكوريشن الكوزماتكس بتاعتها او المكياجة اللي هي فيها مختلفة خالص عن الفيات 500 العادية. اللوجو دايما بيبقى باللون الاسود، لوجو ابارث بالعلم بتاع العقرب اللي فيه ده. الدنيا كلها اسودات، مفيش اي كروم، الحاجات دي كلها في الفيات 500 العادية بتبقى كروم. طبعا الاسود بيدي لمحة رياضية اكتر للعربية، مفيش حاجة كروم غير الفريمز بتاعت الفوانيس والووشر جيتس البخاخات. كل حاجة بعد كده هنشوفها في العربية بلاك لاين، كله اسود اسود اسود، بما فيها المرايات، بما فيها كل الديكوريتيف اليمنتس اللي في العربية. هناخد العربية من الجنب كده نتفرج نشوف ايه الفروق. اولا هنا الاكسدام ده بيرفورمانس اكزوست، ده مش اكزوست عادي، بالانتيكس اللي قدام، بالليب اللي راكبه، بسبويلر، وهنا في الانتيك اللي في الجنب دي لتهويه الموتور، والكاليبرز بتاعه الفرامل اللي جايه باللون الاصفر وماركتها بريمبو. بريمبو دي برضو ابجريد للفرامل، مش الفرامل اللي بتنزل في الفيات 500 العاديه. برضو هنا هنلاقي لوجو ابارث مش لوجو فيات باللون الاصفر على العجل. الجانت ده 17 انش، ده ابارث برضو، ده الجانت اللي بينزل فيها. العربيه دي فيها سسبنشن كوني، مساعدين كوني، مساعدين رياضيه، بتبقى تف شويه، بتبقى ناشفه عن المساعدين العاديه. طبعا الجنب بتاع العربيه تقريبا زي الثانيه، ما عدا السايد سكيرت او العتب العريض اللي كاسي لحد هنا بالخطوط بتاعه الابارث باللوجو بتاع البرفورمانس. ودي اهم حاجه في الحكايه، 70th anniversary او 70 اديشن، يعني بلوجو ابارث ب 595 اللي قلنا عليها، اللي هي اعلى ليفل في الابجريد بتاع ابارث في الفيات 500. السبويلر الاسود اللي احنا شايفينه ده برده ما بقاش موجود في الفيات 500 العاديه. السقف اللي متكمل كله اسود، البانوراما قدام وبقيه السقف متكمل بالبلاك. الجانت اللي ورا بالكاليبرز الصفرة برده، وطبعا الفرامل ابجريدد، الفرامل دريلد وفنتد يعني متخرمه وفيها تهوية في النص عشان البرفورمانس العالي. هنيجي لظهر العربية، طبعا اهم ملمح في ظهر العربية الاكسدام ده، مش اكسدام الفيات 500 اللي بنشوفها في الشارع، لا بالفتحات اللي فيه ولا بالديفيوزر اللي ورا اللي لونه اسود بالفتحتين اللي شكلهم عنيف قوي اللي ورا، بالاربع شكمانات اللي هم اسمهم ريكورد مونزا. ده بينزل مخصوص في الفيات 500 ابارث، بس ما بينزلش في العادية، ده ابجريد. هنسمع صوت الشكمانات دلوقتي، صوت المحرك، مش صوت عربية 1400 خالص، مش صوت عربية فيات خالص، ومش صوت عربية بالحجم اللي شكلها هزيل وضعيف كده وتصعب عليك وهي ماشية. العربية دي لو شفتها في الشارع خلي بالك منها، بلاش تلعب معاها، عشان بجد عربية مش طايقة نفسها، زي ما قلتلكوا صغيرة بس مهايبرة. تعالوا نكمل.
طبعا شنطه الفيات 500 وفيات شينكو تشانتو سواء اذا كانت ابارت او عاديه ما هياش الشنطه يعني القويه قوي زيها زي الميني كوبر زي الحاجات اللي ولاد عمامها يعني نيو بيت الحاجات دي. شنطه يعني فير بس مش حاجه كبيره قوي. بس انا عاجبني الرف الزغنطوتي اللي عاملينه ده اللي هو تحسه ايه يعني مش عارف بيعمل ايه بس هو كده سناده كده كماله. العربيه دي معزوله عزل من ورا مختلف عن فيات 500 العاديه عشان صوت الشكمان ما يعملش فايبريشن في العربيه لان الشكمان ده مهايبر قوي عن العادي. هو ده بس الفرق الوحيد في الجزء الخلفي ان العربيه فيها عزل مختلف عن عزل الفيات 500 العاديه بتاعت الاستعمال اليومي. طبعا الدنيا سيمبل جدا، حته شريطه تشد منها البتاع الشنطه ونقفلها، والدنيا كلها زي ما قلنا بالاسودات، كله اسودات مفيش اي حاجه كروم. فيات 500 العاديه تشوفها في الشارع كل الحاجات دي نيكل كروم. تعالوا نشوف الانتيريور بتاع العربية ونتكلم على مواصفاتها من جوه. طبعا الفيات 500 العادية بتيجي بالمفتاح ده، يعني ده مفتاح الفيات 500 او التشينكو تشانتو العادية. الخدعة انك تبقى ماسك مفتاح العربية دي عادي كده والناس تفتكرك معاك فيات 500 اللي هي الميت حصان العادية، انما اكشلي انت راكب حاجة ملهاش اي علاقة بالفيات 500 اللي بنشوفها في الشارع. ويمكن كمان سعرا العربيه دي اكتر من maybe twice as much او ضعف وحته السعر بتاع الفيات 500 العاديه. في حركه لذيذه هنا جدا عجباني انك اول ما بتدور العربيه بتعمل لك ويلكم موفي بشكل العربيه والجراج بيتفتح والعربيه بتطلع، بيطلع لك لوجو ابرث عشان برضو يفكرك انك راكب ابرث، عيش حياتك. ولما بتبطل العربيه العربيه بيتقفل عليها الجراج وبترجع تيك تختفي يقول لك جود باي. طيب نتفرج بقى على الاوبشنز بتاعت العربيه او الاكويبمنت بتاعت العربيه. اول حاجه هتلفت نظرنا في ال 595 كومبيتيزيوني 70th anniversary الدريكسيون اللي شكله رياضي جدا بالكربون فايبر بالالكانتارا بالرينج الكربون فايبر اللي هنا بالمالتي فانكشن اللي فيه شيفتنج بيدلز شيء مهم جدا. العربيه طبعا زي ما سمعنا صوتها بره هي بتتحول تماما بالسبورت مود، حتى شكل العدادات بيتغير، الدنيا بتبقى كلها احمرات عشان تخليك جاهز نفسيا للبرفورمانس. صوت عربيه تانية خالص ادي من غير السبورت مود، صوت ناعم بس برضو في سنه غلاسه كده غلسه، لكن الغلاسه الاكبر لما بتشتغل على السبورت مود. ده الفيتيس اللي اتكلمنا عليه اللي هو اسمه روبوتايز سيكوينشال جير بوكس، اسم مجعلص سواء عجبني فيه ان هو كله باتنز زي الفراري. طبعا فيات وفراري هما يعني يعتبروا ولاد خاله او شركه مالكه شركه واحده، بس طبعا مش هنعرف نيجي جنبهم في الوقت الحالي. بس سو فار عجبني المنظر ده انك السواقه مانوال اوتوماتيك نيوترال ريفرس كله بالتاتش، والاداء كمان بتاع الفيتيس ده مختلف تماما عن الفيتيس الاوتوماتيك العادي اللي بينزل فيات 500. طبعا ده زرار الفوج لايت ورا وقدام، وده زرار المود، ده الهازارد. الشاشه هنا اكبر من اللي بتنزل في الفيات 500 العاديه وفيها فانكشنز اكتر كتير، فيها نافيجيشن، فيها طبعا تاتش باد كلها بتختار الميديا منها، بتختار النافيجيشن، بتختار السيتنج بتاع العربيه، الاداء بتاع الكلاستر بتاعت العدادات. العدادات هنا كفرت بالالكانتارا بالخياطات. الكراسي بتاعت العربيه وده شيء مهم جدا، الكراسي دي كلها الكانتارا، دي من انتاج ريكارو مع سابلت هي اللي عامله الديزاين بتاع الكرسي، وكله زي ما قلنا الكانتارا مكتوب عليه ابرث 70 عشان برضو تفضل العربيه مميزه من جوه. سقف من جوه الكانتارا او اسود يعني انثراسايت. ساوند سيستم من بيتس ودي حاجه برضو مش بتحصل كتير. بيتس طبعا كلنا عارفين انها شركه قويه وبتعمل سماعات غاليه محترمه، صوت فيري فاين نقي جدا. الدواسات اللي في الارض دول ابرث اوريجينال اوفيسين ابرث او اوفيشال ابرث عشان يبقوا مميزين عن العادي. الكنبه اللي ورا برضو نفس ديزاين الكراسي. الهاند بريك معمول لها كفر من الجلد بالستيتشز عشان تبقى ماتشنج مع بقيه العربيه. طبعا الجلاف كومبارتمنت حاجه صغنونه قوي، ولو ان في العربيات السبورت بتبقى اصغر من كده بكتير، لكن هي العربيه على بعضها كده حاجه كيوتة كده قطه، حاجه تشرح القلب. يعني انا كان عندي فيات 500 كنت بحب السنكحه بيها قوي، بس طبعا دي بتاعت اداء، يعني عربيه بتديك بيرفورمانس بلس انها قطقوطه او الناس في الشارع هيحبوا شكلها. طبعا من الفروق اللي بين الفيات تشينكو تشانتو العاديه والفيات تشينكو تشانتو ال 595 بوستر بتاع التوربو اللي هنلاقيه على جنب هنا اللي بيخليك تعرف قرايات الاداء بتاع التوربو اول ذا تايم،
ما تبقاش محتاج انك تبص في حاجه تانية. طبعا سيستم العدادات مختلف شويه عن الفيات 500 العاديه من حيث الار بي ام، المكان بتاعه والمكان بتاع تانك البنزين، ومينلي الفوكس كله او الاكسبوجر على السبيدوميتر او على السرعه، عشان ده بالنسبه لك بقى الشيء المهم انك تعرف السرعه اللي انت ماشي عليها في عربيه مهايبره وصغيره زي دي. طبعا سر كلمه 595 ابارث بعيد عن موضوع 70th anniversary. 70th anniversary ده ليه علاقه بالشكل بالاديشن، انما كلمه 595 ابارث دي بتفرق مينلي زي ما قلنا في الاكزوست واتفرجنا عليه، بتفرق كمان اهم حاجه في المحرك اللي هنتفرج عليه دلوقتي. طبعا كبوت صغنن خالص، عربيه كلها تايني زي ما قلنا، عطقوطه كتكوته، وبيتفتح بالطريقه المانيوال وبيتحط له السيخ المحمي عشان يتفتح. الموتور زي ما احنا شايفين شكله يختلف شويه عن الفيات 500 العاديه، يمكن الكفر الاحمر اللي عليه العقرب بتاع الابارث ده مديله لمحه رياضيه او لمحه فيها باور شويه، تحسه قوي. طبعا التوربو، لان الثانيه ما فيهاش توربو، التوربو اللي بيخلي العربيه دي تعمل 180 حصان. 180 حصان على الويت ده، يعني اللي بيركب مثلا ميني كوبر اس كانت 184 حصان، دلوقتي بقت 194 حاجه زي كده. فلما تبقى البليه دي 180 باور تو ويت، يعني اما تقارن القوه دي بالنسبه لوزن العربيه، موضوع في حته تانية خالص. العربيه دي فعلا فعلا اجريسيف. العربيه دي انا سوقتها، بس مش ال 595، سوقت كمان الجنريشن القديم منها، كانت اقل من دي كتير، في المانيا يمكن من 5-6 سنين، كانت في مقارنه مع الميني كوبر. انا بصراحه عجبتني، بس كانش ينفع اقول كده لان انا بتاع ميني اصلا، بس العربيه فعلا مهايبره. فاعتقد الجديده دي كمان هتبقى في حته تانية خالص غير القدام. الموتور ده زي ما قلنا 180 حصان، بيعمل 250 نيوتن متر تورك، which is برضو مش رقم كبير زي العربيات. انسوا بقى العربيات اللي بنعملها في The Expert، حاجات الالف حصان والالف ومش عارف كام نيوتن متر و900 نيوتن متر، الدنيا هنا مختلفة. العربية دي زي ما قلنا 250 نيوتن متر تورك، ودول more than enough على الحجم ده وعلى الوزن ده وعلى البرفورمانس ده. العربية دي بتتسارع من صفر لمية في 6.9 سكندز، لان دي اوتوماتيك. العربيه دي بتيجي بالفيتيس اللي شفنا شكله، بيشتغل بالزراير من جوه العربيه، روبوتايز سيكوينشال جير بوكس، فيتيس ادفانسد جدا، فيتيس بيخلي التسارع بتاعها مختلف عن العربيات اللي في حجمها واللي في وزنها واللي في سنها. زي ما قلنا العربيه بتتسارع من 0 لمية في 6.9 سكندز بالفيتيس ده، بالفيتيس المانيوال بتبقى 6.7 سكند، بتقل 0.2 من السكند في العربيات المانيوال من هذا الفيتيس. دي الداتا بتاعت الانجن. تعالوا بقى ندور ونسمع. طبعا زي ما قلنا عربيه زي دي لازم تسمعوا صوتها عشان تعرفوا 595 كومبيتيزيوني اللي مكتوبه دي، يعني كومبيتيشن، يعني كومبيتيزيوني 595 بتفرق ايه عن العربيات الثانيه عامه في الصوت. ندور ونسمع. طبعا احنا كده دايرين في الدرايفنج مود العادي، عادي جدا، صوتها حلو برضه مش وحش، نوت باد. انما لو حطينا بقى السبورت مود، حماده تاني خالص، ومع سفله، هيا سافلة يا واطية. دي كانت لعبتنا النهاردة أو عربيتنا النهاردة، فيات Cinquecento Abarth 70th anniversary 595. يا رب تكون عجبتكم، لو عجبتكم اعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ولو ما عجبتكوش عشان خاطر العربية الحلوة دي اعملوا برضو نفس الحاجات.